السلام عليكم ورحمة الله. إذا مرحبا بكم في التمرين في المعلم في المستوى. التمرين يقول: نعتبر المستوى منسوبا إلى معلم متعامد ممنظم او اي جي أ ناقص 1 3، الإحداثيات ديال بي 4 ناقص 2، سي 2 4، والإحداثيات ديال النقطة دي ناقص 3 9. السؤال يقول: أثبت أن الرباعي ABCD متوازي الأضلاع. إذن أول حاجة خصني نفهمها ماذا يعني الرباعي ABCD متوازي الأضلاع. إذن رسم واحد شكل A B C D متوازي الأضلاع، ماذا يعني؟ يعني أن متجهين بطبيعة الحال، يعني أن المتجهة AB خصها تساوي لنا المتجهة D C، أو المتجهة AD ستساوي المتجهة ب دي. إذن أ ب سي دي متوازي الأضلاع، يعني أ ب تساوي دي سي. إذن لكي نثبت أن الرباعي أ ب سي متوازي الأضلاع، يجب أن نثبت أن الإحداثيات ديال المتجهة أ ب كيتساواو مع الإحداثيات ديال المتجهة دي سي. إذن لنبين أن الرباعي أ ب سي متوازي الأضلاع، إذن أول حاجة كنقوم بها هي كنحسبوا الإحداثيات ديال المتجهة A B. إذن الأصول د B ناقص الأصول د A يعني 4 ناقص ناقص 1، الأصول ديال D ناقص 2 ناقص 3. إذن A B 4 ناقص ناقص يعني 4 زائد 1 تعطينا 5، ناقص 2 ناقص 3 ناقص 5. بنفس الطريقة سنقوم بحساب إحداثيتي المتجهة دي سي. إذن سي يعني 2 ناقص ناقص 3، 4 ناقص 9. إذن دي سي، إذن 2 ناقص ناقص 3 يعني 2 زائد 3، قاعدة الإشارة سالب سالب موجب، 2 زائد 3 كيعطينا 5، 4 ناقص 9 ناقص 5. إذن من خلال النتيجة فكنلقى بأن الأفصول ديال المتجهة AD راه كيساوي لنا الأفصول ديال المتجهة DC، والأرتوب المتجهة AB كيساوي لنا الأرتوب ديال المتجهة DC، وبالتالي AB تساوي DC. إذن هذه النتيجة تمكننا من استنتاج أن الرباعي، إذن الرباعي ABCD متوازي الأضلاع.